والثالث طبعا ده المقرر المحاسبة في قطاع السياحة. إن شاء الله حنا ننفذ هذا المقرر على 3 محاضرات كما هو محدد بالجدول الدراسي، وسوف نتناول تباعا المحاضرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. الرحمن الرحيم. المحاضرة الأولى طبيعة النشاط السياحي. في هذه المحاضرة بناخذ العناوين التالية: إيه هو مفهوم النشاط السياحي؟ اللي هو الأنشطة التي تؤثر على النشاط القومي زي ما وجد عندكم: تنظيم أفواج، نقل سلاحي، فنادق، مطاعم. وبالتالي يمكن القول أن تنظيم الشركات السياحية نقسمه ل3 مجموعات: النشاط النفسي، أنشطة تتعلق بالنظام أو صلاة السياحيين، صرف تذاكر السفر، أنشطة تتعلق بالنقل السياحي. ما زلنا لسه في المحاضرة الأولى. إيه هي خصائص الأنشطة السياحية؟ اللي هي موسمية وجغرافية النشاط السياحي، الاعتماد على الكوادر البشرية، النشاط السياحي يعتبر نشاط خدمي، عدم قابلية الوحدة المنتج للتخزين، مش هخزن مثلا فوق سياحي، سرعة التعامل مع السائحين، تقسيم نشاط شركات السياحة إلى إما خدمات مباشرة أو خدمات غير مباشرة. زي ما واضح، الخدمات المباشرة تنظيم الأفواج، والخدمات غير المباشرة إلى برضه أولياء يكون التخطيط والرقابة والمهام الإدارية. طيب إيه هي أهداف النظام المحاسبي في شركات السياحة؟ باختصار شديد جدا، إن أي نظام محاسبي في شركات السياحة لازم يحقق حلم الأهداف. أول حاجة الرقابة الكافية على المصروفات وإيرادات النشاط السياحي، تسجيل المعاملات وتبويبها بشكل سليم، استخراج المركز المالي نتيجة الأعمال، التعرف على المصروفات المتعلقة بكل فوق سياحي، وتحديد ربحية الفوق السياحي. الآن إلى الجزء العملي. هناخد الدورة المحاسبية في شركات النقل السياحي. هذه الدورة المحاسبية هنتناول جزئين: الدورة المحاسبية لإيرادات النقل السياحي، والدورة المحاسبية لمصروفات النقل السياحي. في المحاضرة الأولى هنقول فقط الدورة المحاسبية لإيرادات النقل السياحي، أما في المحاضرة الثانية هناخد الدورة المحاسبية لمصروفات النقل السياحي. طيب بقى مع بعض ندرس هذه النقطة في هي الدورة المحاسبية لإيرادات من خلال التطبيق التالي. الراجل ده في التمرين مديني أفواج سياحية وقيمة الفاتورة، وإيه هو المتحصلات؟ خلي بالك معايا. والمطلوب الآتي: تسجيل العمليات السابقة في دفتر يومية لإيرادات النقل ودفتر يومية للمقبوض. تعال بقى مع بعض، سهلة جدا جدا. أولا إزاي نسجل في دفتر يومية الإيرادات؟ بص معايا، أولا هنكتب التاريخ زي ما هو ورد في التمرين: 15 و 16 و 10 و 24 و 29 والمجموع. طيب تعالى بص بقى، هنكتب قيمة الفاتورة ثم بيانات العميل وإقبال سعادتك ثم نوع وسيلة الإيقاف مع إنك في منتهى السهولة. وركز معايا، الفوق السياحي اللي هو تابع الشركة 30,000، والتانية 20,000، و40,000، وعندك 10,000 وخمسة المجموع. أنا عايز أوضح حاجة مهمة جدا: الأفواج اللي بتتنقل وتابع للشركة السياحية مفيش ضرايب، وبالتالي يوضع المبلغ زي ما هو 30,000. تعالى بقى بص في الفوق السياحي اللي تابع لشركة ايه؟ السلام. سهل أوي أوي، المبلغ كام عندي؟ 20,000. بقى ركز بقى اللي هو الإيرادات اللي تابعة لأفواج شركات أخرى اللي هو 19,048 كانت دي و952. ايه ده اتحسبت ازاي؟ هتلاحظ، وبالنسبه برضه لفوق 24 ولفوق 29 ولفوق 31، علشان اوضحها بص في السلايد اللي جاي. بص بقى معايا، هتلاحظ الاتي: قبل كل قيد اليوميه قلنا تعالى مثلا في شركه السلام السياحي المبلغ كام؟ 20,000. الضريبه عندي كام؟ 5%، يبقى كله 105. قلت بقى الايراد اعمله احسبه ازاي؟ ناخد 20,000 في 100 على 105 يديني 19 كام؟ 19,080. اهو الرقم اللي في الجدول، اطرح بقى 20,000 من 19,048 يديني ضريبه المبيعات 952 قبل ما اقول القيد، و
معلومة. نفس الطريقة دي هتكررها مع الفوق السياحي لشركة العين والفوق السياحي لشركة ايه؟ كوين. عايز اقول حاجة بقى في الفين، وانا موضح في السلايد اللي ورا منها ازاي نحسب كل واحد. لكن تعالوا نبص بقى في القيد، تعالوا نبص في القيد اللي هو 30,000 و70,000 والرقم ده، ده هتلاقي تفاصيل الشفافة اللي ورا منها. بس عايز اقول حاجة، 30,000 ده الايرادات بتاعت الافواج التابعة للشركة اللي اتنقلت بسعر الشركة. تعالى بقى ايرادات النقل من مجموع الجدول اللي هيبان اللي هو 9 6 6 6 7 او مجموعهم اهو اللي هو ايه؟ الافواج الثانيه زائد مصلحه الضرايب اجمع المجاميع. المجاميع اللي هي يا جماعه المجاميع هتلاحظ ال 70,000 دي هي من حساب عملاء النقل السياحي، ده الفرق بين الطرف المدين والطرف الدائم، يعني الفرق بين ال 30,000 معاك اهو وبين الرقمين اللي تحت، وبين الرقمين يا جماعه ايه؟ اللي تحت، وده واضح في الشفاف او السلايد رقم اللي ورا. ادينا حاسب لك كل واحد. عامل له قيمه الفيه في 100 على 105. بص في اللي ورا منها، بص وضح بقى، خلي بالك معايا ازاي نسجل ما يسمى بدفتر يوميه المقبوضات. دفتر يوميه المقبوضات كتبنا المتحصلات من شركه السلام ومن شركه العين ومن شركات اخرى وتحسين شيك تمويل الخزينه. بص يا حبيبي الكلام ده موجود في نص السؤال، حصلنا مبلغ كام؟ 11,500 وفي ضرائب محتجزه 1,500، يبقى المجموعه هتتحط في الحسابات الداينه 13,000. على البند الثاني تحصيل بشيك من شركه العين رد عليه 26,500 متحصل بشيك، ضرائب 2,500 مجموعهم 29 تحط تحت عملاء خدمات النقل السياحي. النوع الثاني تحصيل بشيك عموله من شركه اخرى 10,000 يتحط البنك. ليه؟ بيقول لك بشيك في الطرف الدائن عمولات. النوع الرابع تحصيل بشيك لتمويل الخزينه، بتحط المبلغ 15,000 في الخزينه وتحط في عمود التحويلات. مع كده الاعمده كلها عمود الخزينه وعمود البنك وضرائب محتجزه وعملاء النقل السياحي والعمولات والتحويلات هيديني المجاميع النهائيه هي 26,500 36,500 4,000 42,000 10,000 15,000. عارف بقى المجاميع اللي هي دي اللي لها شويه دي هي اللي قلتها لك دي هنحطها في قيد الشفافات. خدنا 26,500 الخزينه، العمود الثاني بنك 36 عندي كام؟ 500 صلاح، وبعدين عندك 4,000 ضرائب محتجزه. بص بقى الحسابات الداينه، عملاء خدمات النقل السياحي المجموع 42,000 وعمولات 10,000 و15 تحويلات في مجموع يوميه الايه؟ اعتقد القيد ده جبناه من يوميه الايه يا جماعه؟ المقبوضات. طيب ننتقل الى المحاضره الثانيه. المحاضره الثانيه دي سهله جدا فيها بس مش هناخدها كلها. الدوره المحاسبيه لمصروفات النقل السياحي. الدوره المحاسبيه دي هناخدها يعني كل الدورات المحاسبيه هناخدها من خلال تمرين. تمرين ده بيديني تمرين في التوريدات والمصروفات المباشره وفي مصروفات غير مباشره، وطالب حاجتين اتنين بس، مش عايز اذاكر حاجتين اتنين. دفتر يومي المصروفات النقد قلت عليه، ودفتر يومي الايه؟ المدفوعات. لكن انا هقرر حاجات معانا فقط في هذا التمرين. اول حاجه عايزين نسجل العمليات في دفتر اليومي. بص 30,000 من حساب المخازن جد منين؟ البطاريات اللي هي 25 وال 5,000 قطع غيار وصلت الى حساب العنوان اللي هو 24,750 زائد 4,950. طب دي جت منين يا دكتور وليد؟ بص معايا، عندك ال 30,000 لما تضربها في 1 على 100 الضريبه يديني كام؟ 300. هتشيلهم من ال 30 يديني 29 29 700. خلاص؟ بعد كده اهو بقى مصروفات المباشره لعمليات النقل. الجدول الثاني ده اللي هو يوميه المصروفات المباشره لعمليات هي يا جماعه النقل. عفوا مش دفتر يومية إيرادات، لا دفتر يومية مصروفات عمليات النقل. سهل جدا، أدي البنزين والسولار 4,600 ونكتب موردين 4,600، تلاحظ صيانة
1200 تعيين 1200، رسوم التراخيص 1000 ومورد النقد ايه 1000، ثم تجمع المجموع النهائي اللي هو ايه عمود القيمة وعمود مورد النقد وعمود يا جماعة ايه الدائرة المالية. فيها مشكلة كده اهو. طيب بص بقى من اللي جاية، دي مهمة جدا. لا انا عايز اقول الشفافة التانية. هي دفتر يومية المدفوعات. دفتر يومية المدفوعات انا مش عايزك تسكت، انا مش عايز دفتر يومية، انا اللي يهمني اذن التوجيه زي ما هنشوف يا جماعة في ايه الحالة ده اللي جاي. بص بقى كده اهو، هو ده اللي انا يهمني فقط، يعني انا عايز اذاكر فقط القيمة. اذا مطلوب منك في التمرين السابق في المحاضرة الثانية فقط تذاكر لي هذه الجزئين الاثنين. وتحياتي. ننتقل بقى للمحاضرة الثالثة اللي هو تمرين شامل لأداء وكلام حجز تذاكر الطيران. تمرين شامل سهل جدا. هنقيم أداء وكلام حجز تذاكر الطيران عن طريق حساب مجموعة من النسب، وناخد من خلال تمرين واحد. الراجل ده مديني تمرين شامل، مديني بعض البيانات أهي اللي هي المعدل العام للأصول ونسبة أجور العاملين ومساهمة رجال البيع في كل مستوى من المستويات، أقل من 150 ألف جنيه، من 150 إلى 400 ألف جنيه، أكبر من 400 ألف جنيه. مطلوب منك ده، هنشوف بقى في الشفافة التانية، منك تحسب بعض المعدلات. سهلة جدا، نمشي واحدة واحدة واحدة. معدل العائد على حقوق الملكية، ده بيساوي صافي الدخل بعد الضرائب على حقوق الملكية، وكله عندك أهو، صافي الدخل بعد الضرائب 80,000 على حقوق الملكية موجودة عندك كام يا جماعة؟ 300,000، واضربها تطلع 10. في الشفافة الثانية هتلاحظ إن ال 10% دي، ركز بقى، إن المعدل ده لما نقارن بالمعدل السائد في وكالات الطيران هدولك في السؤال أو معطى عندك في السؤال، للأسف هتلاحظ إن معدل العائد ما أقل شوية ولا أكتر. لا، في هذه الحالة تعتبر إيه أكتر، وبالتالي إدارة الوكالة إدارة جيدة. يعني الورقة منها نسبة أجور العاملين إلى إيراد العملة، ذاكر فقط اللي أنا موجود في المحاضرة. ده بيساوي إجمالي أجور العاملين على إيراد العمولة. الأرقام عندك 45 على 120 يديني 37.5. هنقارن النسبة دي بالمعدل اللي موجود، هنلاقي إن النسبة دي مالها كبيرة شوية، خلاص؟ وبالتالي اللي ورا منها مساهمة العاملين في 4، يكفي إنك تقول لي هنقارن النسبة دي بالمعدل السائد. طيب لو أكبر أو أقل، هنشوف مساهمة العاملين في 4 دي بتساوي تفرق على الضرايب على عدد بيع تذاكر الطيران، على عدد إيه يا جماعة؟ بيع تذاكر الطيران، رجال الإدارة 80,000 على 10 تطلع 8. منها هنقارن المبلغ ده بالمعدلات رجال البيع، هنلاقي مبلغ قليل من المبلغ اللي المفروض يكون موجود، وبالتالي هنضطر نطلب قرض. بص بقى المطلوب الثاني والأخير، طرحت إدارة الوكالة انها تاخد قرض من البنك. المؤشر اللي تحسبه عشان تقنع البنك ان يديلك القرض، عشان تقنع البنك ان يديلك الايه؟ القرض. هنحسب مؤشرين. اول حاجه اجمالي الاصول واجمالي الخصوم، طبعا عارفينها دي سهله جدا. دي بناخد الخصوم على اجمالي حقوق الملك، هتحسب كل الخصوم في خسارة الاجل وطاولة الاجل موجوده عندك. هات النسبه كام يا جماعه؟ في ايه؟ في المية. 60% دي تعتبر نسبة مردودة، يعني مقبولة، لأن حقوق الملكية تزيد عن الديون، يبقى عندها سيولة إنها تسد الديون، وبالتالي ممكن البنك يوافق إنه يديلها بقى يا جماعة إيه؟ القرض. تحياتي لكم وتمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح دكتور وليد، أرجو الالتزام فقط بما ذكر في الإيه؟ 3 محاضرات، وتحياتي للجميع.